تزخر ولاية صعيد الملقبة بمدينة المياه المعدنية على عدة مناطق حموية ومعدنية، تعتبر محطة وقبلة الزائرين والسياح من كل ربوع الوطن وحتى من خارجه. ولعل أبرز وأشهر هذه المناطق السياحية حمامة عين السخونة. تتواجد هذه الحمامات السياحية في ولاية صعيدة على بعد 90 كيلومتر في الجنوب الشرقي، إذ تتوسطها بحيرة جميلة وساحرة، مما جعلها مصنفة كمنطقة رطبة وطنيا، ناهيك عن طريقة الاستحمام به فهي تقليدية. عين السخونة معروفة بوفرة مياهه التي تختص أيضا بمعالجة الأمراض الجلدية والتنفسية وكذلك أمراض الروماتيزم، بحيث تبلغ متوسط المياه التي تتدفق فيها 90 لترا على درجة حرارة قدرها 30 درجة مئوية. وبالتالي تعتبر منطقة عين السخونة بفضل هذا الحمام المعدني فضاء سياحيا ممتازا وقبلة المرضى للتداوي بالعلاج الطبيعي.